علاش أهل السنة والجماعة تسمى نستميتاد؟ أهل السنة والجماعة تسمى نستميتاد أشكو تمسكن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أسسكر ظاهرا وباطنا أسس تعمل أرتمر المدنس أسسكر أفلس دفعا. الجماعه اشكو اجتمعا في اللس اجتمعا في السنه النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعا في اللي النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه والفرق في المسائل. وكان هل نبدا ان نسكر السنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ كل من نسكر النبي صلى الله عليه وسلم سكر الصحابه يخسر تسكر نمون في اللس نقيو فوس ادور نفرق ان غيكاد اتسمن اهل السنه والجماعه.